طيب كلمنا على الـ deviation من الـ either solution في شكل difference measures. دلوقتي هنتكلم لما تكون عندي ratio measures. ratio measures أنا بهتم إن أنا أعملها لأن ليها فوائد تانية زي ما شفنا برضو قبل كده الـ fugacity coefficient وإزاي إن ده كانت ratio measure والcompressibility factor إزاي كانت ratio measures وكانت مفيدة في الحسابات وفي الفهم. فانا برضو نفس الكلام هنا. فانا قبل ما نتكلم على حاجه اسمها activity coefficient نعرف حاجه اسمها activity. فنبدا نتكلم على الفرق ما بين البارشل مولر جيبز اللي هي الكيميكال بوتنشال الحقيقيه عند التمبرشر والبريشر والكومبوزيشن معين مع ريفرنس بارشل مولر جيبز عند ريفرنس معين. التمبرشر نفس التمبرشر بتاع السيستم والبريشر تا كومبوننت ايضا عند ريفرنس ستيت وكومبوزيشن عند ريفرنس ستيت. فالفرق ما بينهم هيتحول على طول الى ار تي لين فيوجاسيتي عند التمبشر والبريشر على الفيوجاسيتي عند الريفرنس ستيت دي. كويس تمبشر والبريشر عند الريفرنس والكومبوزيشن عند الريفرنس. فدي هنا لو تاخدوا بالكم بتوصل لي ما بين اثنين بديفرنس بفرق وريشيو. عندي هنا عندي ديفرنس وهنا عندي ريشيو. فدي معادله للكيميكال بوتنشال. لو احنا اخذنا الريفرنس ستيت دي يبقى عندي بيور كومبوننت فدي تتحول لحاجه اللي احنا بنسميها ستاندرد ستيت. فهيبقى نفس المعادله هنقول ان الجي عند تي وبي واكس كومبوزيشن معينه ماينس الجي عند ستاندرد ستيت بيور كومبوننت تي نفس التمبشر بتاع الميكشر وبعدين عند الستاندرد ستيت بريشر مش شرط يبقى نفس البريشر بتاع الميكشر ممكن البريشر مختلف احنا نختاره زي ما احنا عايزين. ده هتساوي ار تي لين الفيوجاسيتي بتاعت الكومبوننت في الميكشر عند التمبشر والبريشر كومبوزيشن بتاع الميكشر على الفيوجاسيتي ستاندرد ستيت اللي عند التمبشر والبريشر ستاندرد بتاع بيور كومبوننت. فانا ممكن المعادله دي اعرف الترم ده اللي هو اللين اعرفه على ان هو الاكتيفيتي. يبقى انا كده هعرف حاجه جديده اسميها اكتيفيتي يبقى اقول الاكتيفيتي بتاع كومبوننت اي عند تمبرشر وبريشر وكومبوزيشن وعند ديفينيشن بتاع ستاندرد ستيت ده هيساوي الترم ده اللي هو الفيوجاسيتي بتاع الكومبوننت في الميكشر على الفيوجاسيتي بتاع البيور كومبوننت عند الستاندرد ستيت. دي اسمها الاكتيفيتي. فزي ما قلنا كده احنا عندنا ديفرنس تحولت الى ريشيو بالمعادله البسيطه دي. طيب احنا ناخد اني بريشر نختار اني بريشر. هو ده السؤال اللي هو كويس. فانا ممكن عندي اختيارات كتيره ممكن اختار البريشر بتاع الميكشر ممكن اختار الفيبر بريشر ممكن اختار بريشر قليل جدا عشان يبقى ايديال جاز. عندي اختيارات مختلفه بس عموما هي دي اللي بنسميها اكتيفيتي. بس الاكتيفيتي عشان اقدر استخدمها لازم قايل انا عامل ايه ستاندرد ستيت بتاعتي ستاندرد ستيت عن اني بريشر. نتكلم بقى على اكتيفيتي كوفيشنت. اكتيفيتي كوفيشنت برضو نبدا بنفس المعادله بس الديفرنس هنا ما بين البارشل مولر جيبس عند temperature وpressure وcomposition والpartial molar gibbs لما يكون ideal solution عند نفس temperature بس عند standard state pressure ونفس composition. فلو هو real solution minus لو هو ideal solution فالفرق ما بينه ده يديني برضو نفس الفرق هيبقى RT لان الفيوجاسيتي اللي بتكافئ الحالة الأولانية على الفيوجاستي اللي بتكافئ الحالة الثانية اللي هو اللي كان ايدر سولوشن. ده هنسميه الاكتيفيتي كوفيشنت اللي هو يبقى جاما اي بتساوي الفيوجاستي بتاعت كومبوننت اي عند تمبرشر وبريشر وكومبوزيشن معينين على الفيوجاستي بتاع كومبوننت اي لو كان السولوشن ايدر سولوشن عند تمبرشر والبريشر مش شرط بتاع الميكشر ممكن اي ستاندرد بريشر ونفس الكومبوزيشن. فدي الاكتيفيتي كوفيشنت. خد بالك الاكتيفيتي كوفيشنت مختلف عن الاكتيفيتي لان دي هنا ايدر سولوشن
هنا دي بيور كومبوننت تمام. بس طبعا هما ليهم علاقه ببعض. لو انا جيت قلت ان انا هستخدم اللويس راندل، فاللويس راندل بيقول لي ان الفيجاست دي لويس راندل هناخد الستاندرد ستيت ان هو البيور كومبوننت، فدي هتبقى اللي بتساوي الاكس ار في الفيجاست دي بتاعت البيور كومبوننت عند الستاندرد ستيت. اذا الاكتيفيتي كوفيشنت دي بتساوي لما نحط دي هنا يبقى هتساوي الاكتيفيتي على الاكس ار. اكتيفيتي اللي هي اهي دي على الاكس ار. يبقى اذا الجي اكسس، واخد بالك ان الفرق ما بين الجبس والجبس بتاع السوليوشن هو الاكسس، الكيميكال بوتنشال اكسس هتساوي ار تي لان الاكتيفيتي كوفيشنت. فالاكتيفيتي كوفيشنت هي دي ريشيو ميجر، والاكسس هي ده عباره عن ديفرنس ميجر. فبرضه احنا حولنا الاثنين مع بعض. وانا لو اعتبرت، انا خد بالك انا لسه ما اعتبرتش ان هو لويس راندل، انا دي يمكن مش مظبوط، بس انا لما اعتبر ان لويس راندل معناها ان انا اخترت دي تبقى بيور عند البريشر بتاع السيستم مش عند اي بريشر تاني. فلو انا اخترت لويس راندل في الحاله دي هيبقى الفيوجاسيتي كومبوننت بتاع السوليوشن هتساوي اكس اي في الفيوجاسيتي اي لما هو كان بيور. فانا ممكن برضو اعمل كده وعوض مظبوط. خد بالك ان انا الجاما دي او الاكتيفيتي كوفيشنت دي بتبقى ريشيو، فهي بتبقى دايما بوزيتيف وبتبقى بتساوي واحد لما يكون عندي ايديال سوليوشن او اكبر من واحد او اقل من واحد، بس هي ريشيو ميجر فهي دايما بوزيتيف، لان ما ينفعش في داستي تبقى نيجاتيف زي ما احنا عارفين. لو انا قربت من لو اخدت الليميت الاكس بتقرب من واحد يبقى الجاما دي هتبقى بتساوي واحد، هيبقى عندي بيور. ولو الليمت لما اكس بتقرب من الزيرو الجاما دي بتبقى اسمها اكتيفيتي كوفيشنت ات انفينيت دايركشن، اللي هي بتبقى اعلى قيمه للاكتيفيتي كوفيشنت، هي بعيده جدا عن الايدياليتي لان انا بعدت عن البيور كومبوننت بروبرتي. فانا ممكن بقى ارسم ازاي الجاما وازاي الفيجاستي بتتغير مع الكومبوزيشن كاكزامبل. فلما اجي هرسم لسيستم معين، اقول ان الفيوجاسيتي بتاعته بتزيد بالشكل ده. فدي الفيوجاسيتي بتاع كومبوننت 1 في باينري ميكشر. خد بالك هو لو كان ده ايدل سوليوشن الفيوجاسيتي بتاعته لازم تبقى تمشي كخط مستقيم، فده لو هو ايدل سوليوشن فدي فيجاستي 1 لو كان ايدل سوليوشن، لكن هو الفيجاستي بتاعته اعلى شويه من ايدل سوليوشن، بس بيزن الجاما اعلى من واحد. والجاما اللي هي الاكتيفيتي كوفيشنت هتبقى عامله كده لحد ما توصل لواحد عند الاكس 1 بتساوي واحد. اول نقطه دي بتمثل جاما واحد ات انفينيت دايركشن. وخد بالك برضو ان التفاضل هنا، التفاضل بتاع الجاما بالنسبه للاكس ده تقريبا بيساوي زيرو او بيقرب من الزيرو لما بتكون عند الليميت بتاع ان الاكس بتقرب من واحد. دي برضو نقدر نثبتها من جيبس دوهم ايكويشن. فلما نعمل كده تاخد بالك انك دايما اكلنا ده مينيمم، بيبقى السلوب بزيرو عند الاخر. هنا الموضوع مش كده، هنا مختلف، هنا في سلوب واضح ونيجاتيف فاليو. والاشكال بتختلف، يعني ممكن انا لما بتكلم على سيستمز مختلفه ممكن تبقى شكلها عامل مثلا ده سيستم اسيتون كلوروفورم، دي جاما بتاعت الاسيتون ودي جاما بتاعت الكلوروفورم، ممكن تبقى شكلها كده، ممكن يبقى ليها شكلها سيمتريك تقريبا، ممكن
لما بنتكلم على الميثانول كلوروفورم، الميثانول عامل كده ميثانول، بينما الكلوروفورم شكله عامل كده. في الاخر برضه هنا ده ستوب لازم يبقى بزيرو، ستوب اسف هنا لازم يبقى بزيرو، وستوب هنا بزيرو، وبيبدا برضه من واحد، دي لازم تبدا من واحد ودي تبدا هنا من واحد. فالاشكال بتختلف والجاما بتختلف جامد جدا مع الكومبوزيشن. والجاما زي ما احنا شايفين هي ريشيو ما بين ده وده، الفيجاستي الحقيقية بتاعت الكومبوننت في الميكشر مقسومة على الفيجاستي لو كان الميكشر ده ايديال سوليوشن. طيب انا ممكن استخدم الفاندمنتال بروبرتي ريليشن بتاعت اكسس جيبس، لان الفيجاستي ليها علاقة بالاكتيفيتي كوفيشنت، ليها علاقة بالاكسس جيبس زي ما احنا شفنا. اقدر اوصل ل كذا حاجة، ان ازاي اللين جاما بتتغير مع البريشر، لان دي تساوي الاكسس جيبس على RT. فانا لو عندي لين جاما كمودل اكسس جيبس، لو عندي اكسس جيبس كمودل او لين جاما كمودل، ازاي بتغير مع البريشر؟ اقدر اجيب الاكسس فوليوم. الاكسس فوليوم دي برضو طبعا بجيبها من اكسبيرمنتال داتا. وبالنسبه لتغير اللين جاما مع التمبرتشر، دي برضو طبعا كونستنت بريشر 1 ماينس اتش اي اكسس برشر مولر على RT سكويرد. ولين جاما برضو بتتبع جيبس دوم ايكويشن، فبيبقى ما بيقدروش يتغيروا زي ما هم عايزين. فالاثنين دول مثلا تغيرهم مرتبط ببعض، لو واحده بتزيد يبقى الثانيه لازم تقل زي ما انتم شايفين كده، فتغيرهم ليه علاقه ببعض. طيب انا ممكن اجيب الاكتيفيتي كوفيشنت اللي احنا لسه معرفينها من الفيجاستي كوفيشنت، لان هم فيهم ليهم علاقه ببعض، ودي نقدر نجيبها من الديفينيشن. يعني احنا ممكن نقول ان الفيجاستي بتاع كومبوننت اي ده بتساوي الاكتيفيتي كوفيشنت مضروب في الفيوجاسيتي بتاعت الايديال سوليوشن، ده من التعريف اصلا بتاع الاكتيفيتي كوفيشنت. او ممكن نقول برضه ان الفيوجاسيتي بتساوي الفيوجاسيتي كوفيشنت مضروبه في الفيوجاسيتي لو هو ايديال جاز كده. يبقى اذا في عندي علاقه ما بين الجاما والفاي، اللي انا ممكن نكتبها ان الجاما اي بتساوي الفاي اي، جاما اي تساوي الفاي اي في الفيوجاسيتي بتاعت الاي لو كان هو ايديال جاز، على الاكس اي هشيل الفيوجاستي بتاع الايديال سوليوشن واحط مكان اكس اي في الفيوجاستي بتاعت اي عند الستاندرد ستيت. ممكن نشيل الفيوجاستي دي بتاعت الايديال سوليوشن اللي هي الاكس في البي، فدي هتساوي فاي اي، والاكس تروح مع الاكس يبقى فاي اي في بي على الفيوجاستي بتاعت الستاندرد ستيت. او ممكن نكتبها بقى بشكل فورمال اكتر، ان انا اقول ان الجاما دي اللي هي عند التي والبي بتاعت الميكشر والكومبوزيشن بتاع الميكشر، وحددنا ستاندرد ستيت معينه. ستاندرد ستيت معينه دي عند التمبرشر وعند البريشر بتاع الستاندرد ستيت، كويس. فادي الجاما، فالجاما هتساوي الفاي عند التمبرشر والبريشر بتاع الميكشر، دي الفاي الحقيقيه بتاعت الميكشر ونفس الكومبوزيشن مضروبه في البي بتاع الميكشر مقسوم على الفيوجاسيتي عند الستاندرد ستيت اللي انا حددها. فكده بقى عندي العلاقه ما بين الجاما والفاي. طيب ممكن اعمل حاجه كمان، ممكن اجي اقول ان الفيوجاسيتي دي عند ستاندرد ستيت دي ممكن اشيلها واحط مكانها الفاي عند الستاندرد ستيت، عند التي والبي بتاع الستاندرد ستيت مضروب في البي بتاع الستاندرد ستيت. فانا دلوقتي بقى عندي سؤال، انا اني ستاندرد ستيت هاخده وازاي هاخد؟ يعني عندي اختلاف في البريشر، عندي اثنين بريشر، عندي البريشر بتاع ميكشر والبريشر بتاع الستاندرد ستيت. فازاي اتعامل من كده؟ يبقى انا لازم احدد طريقه التعامل. ممكن اجي اول حاجه اقول عندي ثلاث طرق، ممكن اجي اقول ان البريشر بتاع الميكشر هو الستاندرد ستيت بريشر، ودي اسهل طريقه كده تريحني شويه. الطريقه الثانيه ان انا اقول لا هما ما بيساووش بعض، انما هحط البريشر افكت
هحطه في الفيوجاستي هنا. البي دي هشوف هتصرف فيها ازاي. او ان البريشر ما بيساويش الستاندرد بريشر واحط البي افكت في الاكتيفيتي كوفيشنت في الجامعة. فدول الثلاث طرق اللي ممكن اتعامل معاهم مع سيستم زي كده. فناخد اول واحد اللي هو ابسط واحد، ان انا لو اقول ان الستاندرد بريشر هو البريشر بتاع السيستم بتاعي. ففي الحاله دي تبقى الجاما اي الاولانيه، يبقى الجاما اي عندي طبعا التي والبي وعندي الفيوجاسيت، يبقى عندي التي والبي والكومبوزيشن، وعندي في نفس الوقت الفيوجاسيتي الستاندرد ستيت عند برضو التي والبي بتاع الميكشر. كويس، فهو ده الموجود. ده هيساوي فالبي دي هتروح مع البي دي على طول، فيبقى فاضل فاي على فاي، الفاي الحقيقيه بتاعت الميكشر على الفاي عند الستاندرد ستيت. سنة سيب ممكن يبقى بيور كومبوننت مثلا، او حاجه اي حاجه زي ما انا حاطط. فده اول طريقه وابسط طريقه، بس مش دايما هي دي تبقى انسب واحده في الحسابات. ممكن في اوقات ثانيه ما اعرفش اعمل الموضوع ده. فناخد الحاله الثانيه اللي هو ان هستخدم ستاندرد بريشر مختلف واحط الفيوجاسيت، احط البريشر افكت في الفاير. فلما اعمل كده في اثبات بسيط في الكتاب، وفي الاخر هوصل للمعادله اللي هتقول لي ان الجاما عند تي وبي وكومبوزيشن اكس والفيوجاسيتي ستاندرد عند تي وبي ستاندرد مختلف، ده هيساوي الفاي اي عند تي، ده الفاي بتاعت الميكشر بس عند البريشر بتاع الستاندرد ستيت، على الفاي اي عند الستاندرد ستيت مضروبه في حاجه عشان تغير لي الايفكت بتاع البريشر. اكسبوننشال واحد على ار تي في تكامل من بي بتاع الستاندرد للبي بتاع السيستم في البارشل مولر فوليوم بتاع الميكشر بتاع الكومبوننت اي في الميكشر، طبعا فانكشن في تي وباي واكس في دي باي. الترم الزياده ده اللي طلع ده اسمه بوينتنج فاكتور، وده ممكن يبقى سهل في الاستخدام لو كانت البارشل مولر فوليوم دي ما بتتغيرش مع البريشر في حاله الليكويد مثلا، فسهل ان انا اطلعها بره التكامل واعمل التكامل ده يبقى فاكتور سهل ان انا اضربه. فبالتالي هستخدم الفاي عند الستاندرد بريشر اللي هو ممكن يبقى بريشر 1 اتموسفير 1 بار، فبالتالي سهل ان انا اجيب الفاي عند 1 بار وبعدين اضرب في البوينتنج فاكتور ده، كده يبقى اقدر اجيب الجاما. فدي الحاله الثانيه اللي هي ان البي مختلفه لكن هحط الايفكت بتاع البريشر في الفاي. ممكن الحاله الثالثه اللي هي دي اكتبها فوق هنا، ان البي مختلفه لكن هحط الايفكت بتاع البريشر في الجاما واقدر اطلع معادله من الجاما طبعا عند نفس الكلام ده، هتساوي الجاما اي عند ستاندرد بريشر والفيوجاسيتي برضو عند ستاندرد بريشر مضروبة في فاكتور نفس الكلام في بوينت في بوينتنج فاكتور ده. فده اللي الجاما، فده الطرف الشمالي، والطرف اليمين اسيبه زي ما هو كده اهو عند، يبقى عند البريشر بتاع السيستم. بس فانا حطيت الايفكت بتاع التغير في البريشر على الشمال عند الجاما. بس هما دول الثلاث طرق اللي ممكن اتعامل بيها مع المعادله البسيطه اللي بتربط ما بين الاكتيفيتي كوفيشنت والفيوجاسيتي.